فيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني إن المنتخب مر خلال الثلاث سنوات الماضية بكل الأمور الصعبة، مؤكدا أن المنتخب حصل على النتيجة المطلوبة. أعتقد اتكلمنا عن كل الأمور. Siempre he creído que para que se den objetivos, se logren objetivos importantes. علشان توصل الأهداف بتاعتك وتحققها. Todo tiene que coincidir muy bien. مهم جدا إن إحنا كلنا نبقى مع بعض. Todo el mundo tiene que aportar su كل واحد ينفذ الدور اللي عليه. Su trabajo y creo que الحماس والدعم بتاعك. En estos tres años. أعتقد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. Hemos superado cosas, momentos difíciles. احنا مرينا على بعض المواقف الصعبة، اللحظات ال. Todo ha sido bueno porque al final. لكن النتيجة النهائية كانت جيدة جدا. El resultado que queríamos lo hemos obtenido. Tal vez. لأن النتيجة اللي احنا دورنا عليها وبحثنا عنها الحمد لله حصلنا عليها no كلنا. No se ganó la Copa de África, bueno. ما كسبناش بطولة أفريقيا للأسف. Pero creo que eso también fue importante llegar لكن a كان final. مهم جدا انك انت توصل لمباراة نهائية. Así que estamos entusiasmados, estamos contentos. متحمسين وسعداء جدا. Seguimos trabajando. بنشتغل بنتعب كل الأمور الإيجابية للمنتخب المصري y seguiremos intentando dar lo mejor هنستمر في محاولاتنا إن احنا نقدم أفضل معنا